بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. باو بسمع يتوب الله يود صلاة دو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، يا أهل الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دير إراب الجلبة، يا أماتور النبي جو، يا أماتور لا إله إلا الله، من خفني أن بكفن قل إسلام كان قل بيت جمع لتبتا أن أهن يا الله. ويسرني أنا وزميلي أن نبلغكم تحيات إخوان المسلمين لكم، قاطنين في طيبة الطيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحيونكم أجمل تحية، ويسألون الله تعالى لكم دوام التوفيق والثبات على هذا الدين، دين الإسلام القويم. حسين يام بجاد دراو يام هام يتنن ان كوف لدغا بير دراب مودن ار برنيول النبي جو برنيول مدينة بكوف نيون بدو ترانا ان اللا فوندا ان اسوابدو جوغاغو دين اسلام. يا جماعة المسلمين، قبل 15 قرن نظر الله جل وعلا الى الخلق، فمقت الله جل وعلا الخلق جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب. يا تير إراب جلبة كنيب إمسين كوارتين كنيب إمسين كواتا دوب أجنار إتمت جوي واتو يم بنغلان دو دين اللابكا سيم إسيداني واتو دون جوي دين النبي إيسى عليه السلام. مقت الله جل وعلا جميع الخلق العرب والعجم، اليهود كانوا على كتاب فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، النصارى كانوا على كتاب حرفوا وغيروا وبدلوا، فمقتهم الله تعالى جميعا وكانوا حريين بعذاب الله ومقته. لاتنو جامرا وسني دفليم به مسن غواتو جغنو به دفتر توريت ما بنغايني واتو بنغايني بتوكاين جغنو به دفتر لينجيلا بو كم او بنغايني بتوكاين الله فلي به جغنو به واتو توريتا يمبي النبي موسى كم يون يهودين gambe to kayta oreta non Allah seni do feli nasara en kambe on jogno deftere lingzila be ngayli jomira o feli. Al arab kanu ala din ibrahim wa isma'il alayhima wa ala nabiyyina afdalu ssalati was salam faghayyaru wa baddalu aydan dhaba 'azimun minhum yusamma amr ibn luhay ila bilad ash-sham fawajada ahl ash-shami يعبدون الأصنام والأوثان، فحمل الأوثان والأصنام وأتى بها إلى مكة، وحمل العرب على عبادة الأصنام والأوثان فعبدوها من دون الله. نن عرب إن بو فأتوب إن دو دين النبي إبراهيم عليه السلام بن بني فهودني بأتي الله فلي بكم بو ودي قطب بيتين ودو أمر من لحي نر مكة وأمي مكة وأهل الشام
ويوهوسو لولتون ودي ارمكا بأتي ريوغو الله غوتو وناتي ريوغو لبي مقتهم الله جل وعلا لأنه خلق الخلق لعبادته، خلق الخلق لطاعته، كما قال في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نون الله فليب إفو ما توجد إفو تاتفو واتون غم بأتي كو الله سنيد موناني بهر واتوان بريوغمو الله سنيد تاجي تاجل بآدم دو غم بندوامو دن بلوتي بندوائمو بانو الله سنيد ويار دفتر مولو وطبعي جمناجي بآدم فوكو ينان غم بندوامو وده بيترايبه ريسكو وده بيترايبه بنيامنا مكانكون نيامنو ريسكو. أمرهم ونهاهم لأنهم محل للتكليف، وهبهم الله جل وعلا العقل، ولم يهب الله جل وعلا غير الإنس والجن العقل، فعرض الله جل وعلا هذه العبادة الأمانات الأوامر والنواهي على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نون الله سنيد أمري بآدم الجنازي ديوال وحديبه نوتو غمو غم دومين غم أحكي بحقيلوزي بآدم الجنازي الله أحكي دوم حقيلوزي ديركو أتاقفو كم جوادي أمري بحديبه دندن باتو بلوتي مو غم يوم راه سنيدو كو أتاقب أسمان جيبه لسدفو وفئناني بي وأسمان جيبه لسدفو عن ديوامو يواوتها يا آدم ويواي افتدون دين واتو هنده تو لوتا كو جو مراه سنيد عمرهم يا آدم تونيا كي ورمو. عني الرب جل وعلا بهذا الخلق، وميز الله جل وعلا هذا الخلق، وكرم الله جل وعلا هذا الخلق. سبب هذا التمييز والتكريم كما قلت أنهم جعلهم محلا وجعلهم موطنا للتكليف للأوامر والنواهي للطاعة والعبادة. الله تبدني تبدني في آدم وتلمني وأرنني دلك وتجف نمها ودا في آدم نكور أمرور ماكو نكور دول ماكو كانجو أرنهم دلك وتجف كانجو وديو أمرهم ريوغم. هذا الإنسان، هذا الخلق الذي أمره ونهاه، ليس بأعظم من بقية المخلوقات. الحيوانات الكاسرة كالأسود والنمور وغيرها أشد منه بأس، السماوات والأرض أعظم منه شيء، ولكن الله تبارك وتعالى عني بهذا المخلوق وهو في بطن أمه، عني بهذا المخلوق من يوم أن وقع نطفة في رحم أمه. الله سنيد تدني في آدم تقدم في آدم لي در تكلفه نا نغام كان جم أري ماونو غن در كو الله تجي عندنا في آدم لارا دبا دي دي الله تجي ما تنديجي واتو باتكي بنا دوا دي چردي واتو عندنا مرد بلي موت بليوي فو في آدم ولا سنبه بماجو في آدم الله سنيد تبدني دوم حكي دوم حكي لو أورني دوم دباجي دي فو ديغايا النبي آدم فو تتاقيكو الله سيني دو أورني مو باتو عنده نغم حاوادم دوم نكوري ديوال دوتنغو الله سيني دو. أنت أيها الآدمي العبد المخلوق المأمور المنهي، خلقك على وصورك على أحسن تصوير، ها أنت مرتفع القامة، خلق لك هذا الفم، خلق لك هذا الأنف، خلق لك هاتين اليدين، أقام صلبك، ما جعل رأسك في موضع قدميك، ما جعل أنفك في موضع قدميك، وإنما جعلك هكذا عاليا مرتفعا على أكمل صورة وعلى أحسن خلق. إن أردت شيئا أخذته ونظرت إليه، إن أعجبك وضعته في فمك،
إن لم يعجبك ألقيته، لكن بقية الحيوانات الغير المأمورات جعل أنفها وفمها وعينيها ورأسها في موضع قراءتها. يا بي آدم مؤلس نيد تبدني تألاري تبدي مادا ألا تجم تبدي موني ودي مادا دردي أتراكي يا دو مادا دو حكي لنغو حكي نمغو تر مادا ودي بوت بوسي دي ألارا دغت هنوكو مادا كين مادا جيت مادا جود مادا كوست مادا فو ألا ودير نكوركو ليب أتا وهو آي هنوكو مادا ودير هفرو وهو آي جنغو مادا ودير نكوري كوست بنا دباجي to a yidi li an go hunde a hosa be juude maɗa to nde fottanima a laara nde wato to a yaran her kinema ha andita to a yaran her ɗemgal maɗa ɗum fo jomirawo waɗanima ɗum o waɗanayi dabbaji wato to a laari tagdi ndi allah taggi o ɗum feere dabbaji ɓa maɗa laaru hunduko mum kine muɗum wato hande ɗum wato hande masalan kine muɗum hunduko mum gite muɗum fu allah sini ɗo e ɗum ɗo jimmiti بان واتو ان دم لتاكي بان ما دو فدم تلمينكو الله سنه دو تلميني ما لو جعل عينيك خلف راسك او جعل يديك في موضع صدرك او جعل راسك خلف ظهرك لهرب الخلق وهربت الدواب وهرب كل مخلوق منك، ولكنه صورك على احسن تصوير وخلقك احسن خلق، كل ذلك لامر يريده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يوم راو بنا أودي سورة ما يا بي آدم أوئني ما دو أتين منما لا رولي تو أودي نمسلا تر إما دا هرنكو جد أودين دو ألتن هند هلين أردبا جفو دوجت تو هو نجود ما دو فدير وبار ما دا إرويبير ما دا ko waɗi gite maɗa her ɓawo maɗa ko sañino noppi maɗa her heedino masalan ko kine maɗa ɗum lettan ɗum kunga kunniga ni doggetenga jawmirawo tagima tagdi mbondi leɓandi ar terɗe maɗa ɓe ar tana maɗa fo gam a waɗema ɗum nokkure wato hande umrore mako e haade mako a laata a dewowo kanju o wiha alqur'ani mako mi tagay ɓiɓɓe adama e jinnaji koye nagam ɗi ndewanmi mi ɗaɓɓitiraɓe risque e ñamdu min woni disque o ñamnowo. يا جماعة المسلمين، يا أهل لا إله إلا الله، يا من كلفكم الله بالطاعة والعبادة، لو تأملنا في أنفسنا ونظرنا يوم أن وقعت النطف في أرحام أمهاتنا، بقينا في بطن أمنا وفي أرحام أمهاتنا 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، مضى علينا 120 يوم ونحن في هذا الحيز الضيق الذي يقع البطن منه، الرحم منه، المشيمة منه، في ظلمات 3 جعلنا في هذا الحاجز حتى يأتي اليوم 121، يأتي الملك يا رب مخلقة أو غير مخلقة، فإذا قال الله مخلقة أمر بكتب الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد في ذلك اليوم وأنت في بطن الأم، إنها عناية، إنها رعاية، إنها كلاءة، إنها حفظ من الله تعالى لهذا العبد للهدف والأمر الذي سبق ما أشرت إليه. يا أمّاتور لا إله إلا الله، يا جنبه يا أمّاتور النبي صلى الله عليه وسلم، تني إن داري ما إن فطري نجوم راو تغري إن دك فطام مدن إنديام أمرام مجودا بل إسافن إنني هريدو دادي راو مدن وصلام مجودا دم وايلي سا دم ورتا هير إيام بل إسافن إنني مجودا دم وايلي سا دم ورتا خسرة بل إسافن إنني دم تني بل إتي مرة بل إنه غاز سا إنن الله سنيد عمر ملائكة جو ملائكة جو يا جومراو ام تاغيتي دون لاتا هوند يونكينا توني الله سنيد هودن دون واتو عمرمو يونكي فوفير بي ادمغو ياكنن الله عمر بي ادمو واتو ان مثلا ريسكو ماكو كو هبات الدنيا فو ويندي اجل ماكو نو مايرتا ويندي واتو كو لاتاكي بي الجنه ويندي تو لاتاكي بي شقي واعوذ بالله ويندي
ɗum ɗo ɗo ko allah seni ɗo waɗi ɗum bananiɗo ngam wato teddingo ɓi adama ɓi adama anda fa tat jomirawo waɗi ɗum nder niɓe tokkotirɗe nda ñiɓre reedu dada muɗum ñiɓre suudu ɓinguel nden wato hande nder niɓe reedu ndu masala har o sawi ɗo allah seniɗo ɗon reeni mo ɗum hunde go tampude nden ha yetta balɗe temerre e balɗe no gas to go'ore waɗi o lattake ɓi adama ɗum ɗo winda ɗum ɗo ɗum waɗaka gam meere ɗum waɗama gam ɗum nukkure nde allah seniɗo umratamo waɗu kasa ɗum dewal ta waɗu kasa ɗum geddal bada al 120 alyawm yakul wa yashrab wa yatanaffas yasuqu allah taala ilayhi ghidaa wa taama biwasitati surati ummi لا يأكل من فمه لأن من أكل من الفم خرج من الدبر ولكن جعل الله تعالى هذه الواسطة واسطة السرة هي طريق الغذاء يأخذ من مجموع الدم الفيتامينات يأكلها حتى إذا ما شبع ربط برباط ومحبس رباني فيظل في هذا الموضع في هذه الظلمات الثلاث 6 أشهر 9 أشهر عاما عامين أكثر 5 أعوام بعد ذلك ييسر له السبيل فإذا ما يسر له السبيل من اليوم الأول يلهمه ويعيد الطعام الذي كان يأكله وهو في بطن أمه إلى الثدي فيضع يده في ثدي أمه ليأكل ويشرب تمضي مدة وهو على هذا الحال ينبت له هذه الأسنان هذه النواجذ يأكل حتى يعقل فإذا ما عقل وصار موضعا للتكليف أمره ونهاه لا إله إلا هو نون يا آدم أوتو يوتي واتو لبني واتو كان جون بل تيمر بل إنو غاسكو واتو أن مثلا ألتك بي آدم جيتو لارو واتو أن ينجين دم ما كن ريدو دادم واتو جامراه سنيدو واتا دادول jaaburu maako kanjum ɗum hokkata mo nguure maako nder reedu dada maako ngam ɗume wato o ñamrata hunduko ko ñamra hunduko fu wurtira wurdere ɓaawo kanjum waɗi hikma allah seniɗo wato hande soni ɓe ɗaɗol jaaburu maako o wurdata vitamine ko sembiɗinta ɓanndu maako ɗo nder reedu dada maako allah seniɗo ɗon reeni mo ɗo ñaama ɗo ferwi wato hande ha o yotta lebbi joweego ha o yotta lebbi joweenayi ma ha o yetta wato duuɓi ɗiɗi goɗɗo ɗo dayre duuɓi joyi fuu nden wato jawmirawo hoynanamo laawol no o wurtorro hay duniyaaru o daña to o dañama ɗo allah hoosa ñamdu ndu hokkanno mo wato ɓe ɗaɗɗo jaaburu maako goo firlita hettinira her enɗi dada maako ɗum latto ɗum nguure maako ɗum ɗo ɗo fuu jawmirawo rabbirimo banniɗo ngam ha o lattoyo o umreteɗo allah o haɗeteɗo allah o ɗowtana ɗum hada al khaliq الذي وصفت لك بعض صنيعي بعض نعمي بعض فضلي على عبادي بعث إلينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون واسطة بيننا وبين ربنا في التبليغ ونسخ الله جل وعلا جميع الشرائع التي كانت من قبل بعثة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ولم يرض لنا إلا الإسلام دينا وإذا قال ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا الإسلام هو الدين الذي جاء به سيد الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أولو بان قلو واتو بي آدم ممتن جنر ما نؤ وردي دونيار واتو دقريد دادم أقها ودنعه ɓe man jamirawo renimo nden nelanimo fayinta ɓurduɗo tagle kanko on annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam wardi ɓe dina islama waddani en ya ihwan nden holli en no allah seniɗo rewrete wato dina ka nde annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam waddi allah naskhiri ɓe dinaji artuɗi fuu kanju al qur'ani wato hande yeccata jamirawo wi mi yerdani on dina islama o wi mi timmini nema am do moɗon mi timmini dina mi timmini nema am do moɗon mi yerdani on dina islama kanka jawmirawo seniɗo naskhiri dinaji artuɗi fuu lattani en no allah seniɗo rewrete se dow dina islama ida kana hada al islam huwa mahbubullah
وإذا كان هذا الإسلام هو مراد الله من عباده، أيجوز لعاقل وهبه الله تعالى هذا العقل أن يكون غافلا، أن يكون جاهلا، لا يعلم من أمر دينه شيئا، إنما يعلم أنه يعيش في هذه الحياة الدنيا للطعام والشراب والنكاح والنوم واليقظة والحياة فقط، وهو يعلم أن لهذا الخلق خالق، أن لهذا المخلوق أمر. أنت تشتري دابة بمالك، لما تشتري هذه الدابة؟ تشتري هذه الدابة لتركبها، لتقضي عليها مصالحك. أنت تشتري بمالك عبدا، عندما كانت العبيد موجودين، لما تشتري هذا العبد؟ تشتري هذا العبد ليقوم بأعمالك. أنت تربي ولدك، لما تربي ولدك؟ تربي ولدك لكي يأتمر بأمرك، ليطيعك، ليعينك على أمور دنياك، على أمور آخرتك. فالله تعالى عندما خلقنا وعندما رزقنا وعندما تولى جميع شؤوننا، أليق بالعاقل أن يغفل، أن يجهل، أن يبقى في هذه الحياة الدنيا كالحيوانات كالدواب، لا يعلم لما أمر، لا يعلم بما نهي؟ لا ينبغي للعاقل أن يكون على هذا الحال. يا أهل لا إله إلا الله، يا جماعة الإسلام، باو بي آدم عندي مثلا واتو عندي دينك كانك ألا سبني واتو أمة توري النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانك ألا سنيدو يرجي لتو دين أو ريورتي هل أتو دغنا بي آدم أني ويتك لي أندا دين مجود أنن دون هورم بندب بوا أندا دين أندا نريورتا ألا فالتا كان بأكيد أن يام غتن يار غتن تيو غتن ممدو حكي لهذا المنكدي واتو بي آدم هو أنزو دينه ko so da dabbawa ma Allah wada derke to ma ko masalan ga hawo hun tira a jama ko mu wato dum do na ha bote ma ko mu duniya o nunan gamira o seni do tabi mu wadani mu mo ede fu umri mo ha bote man wartana mo be hore ma ko o yeba no re ma ko kadi ko anda ta dina ma ko anda no Allah re rete o warta ba dabbawa ba wa Allah seni do wadani mu hakkilo wato handiti mo andi ni mo dina islam kanka on urdu ka dina o andi fakat dan o jora o anda no dina rewrete o yeba akilo mako o yeba to ko Allah hokki mo nemaka o rewata Allah bi adama kakilo wadan non kadi lamma ba'ath Allah nabiyyana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam kana al mujtama' mujtama'an jahiliyan balaghu fi hadd al jahl ila mustawa lam tablughu ummatun min al umam كان الرجل متى ما ترعرعت فتاة وبلغت السادسة أو السابعة من العمر حفر لها حفيرة وأتى بها وهي حية ووأدها ودفنها وهي حية. ما علم في تاريخ أمة من الأمم أن أمة بلغت إلى هذا الحد، لكن لما جاء الله تعالى بالإسلام، لما جاء الله تعالى بهذا النور الذي جاء به رسول الله، تلقى العرب هذا النور وهذا الخير وهذا الدين وهذا القرآن، ما مضى ربع قرن حتى توحدت جزيرة العرب وصارت كلها دار إسلام. ما مضى بعد ذلك ربع قرن آخر إلا والعرب الجاهلية ملكوا بلاد الشام، ملكوا بلاد فارس، ملكوا بلاد القبط. ما بلغ السنة 170 من الهجرة إلا والعرب وصلوا إلى المحيط الأطلسي، وصلوا إلى المحيط الأطلسي، وصلوا إلى بلاد آسفي. فوقف القائد المسلم عقبة بن نافع، جدكم أنتم الفلانيون، جدكم عقبة بن نافع أو عقبة بن عامر أو عقبة بن ياسر، أتى وهو على فرسه ووقف على المحيط الأطلسي ونظر إلى المحيط الأطلسي وناجى الله تعالى قائلا: اللهم لو كان أحد من الخلق وراء هذا المحيط لخط بفرسي هذا عباب هذا المحيط. يا كألا سنيد نلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا أمة تعرف بألا سنيد مجنب أمة تعرف عرب يا كندو ينبئ واتو أن عرب واتو لا ينبئ بولا واتو حكي لخامه ban mabbe sayman ngam yotti goddo daabi do debbo ha o mauna seeda ha o yottawato banni nena to biddo go hoosa o wasangaska
o howa biddo go geeto o waata dum der ngasko ira dum geeto ni fu waato arab yotti non der majjere mum be bilkaare mudum yaake den waato anda ka do duniyaaru do wodi no yimbe be wala hakkilo no famira sambana arab nen allah seni do neli annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ha softina be waato har har ummatore arab go dum wadai duubi no gas e joyi waato jaziratul arabiyya pat waato hande faami dina islama wudini labbi dootani allah dootani annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam maawo don dum wadai duubi no gas e joyi sahabo en annabi sallallahu alayhi wa sallam omti leddi farisa omti leddi rum waato dina islama huubi don baawo don dum wadai duubi temerre sahabo en annabi sallallahu alayhi wa sallam be omti lesde fu be konuji mabbe yotti ha maayo atlantique konuji mabbe yotti funange daayibu konuji mabbe yotti wona daayibu ha maamiraawo moodon sahaabojo annabi jo sallallahu alayhi wa sallam biyeteeɗo ukba ɓe luuri ɗum mbi yaasirna ɗum mbi naafiuna waato ɓe luuri ko ɗum mbi aamir waato ukba o maamiraawo moɗon onon jama'aare fulɓe waato hannde masalan e tariha kanko o har konuji jihaadi har o yettinta islama ha o wari o yetti e maayo atlantique o dari o fooɗi puccu maako o wiyata ya jawmiraawo am to mi anndi no gaɗa maayo ngo woodi ɓiɓɓe aadamaɓe a tagi ɗonno mi naatan maayo ngo be pucci am ngam yettina diina annabi jo muhammad sallallahu alayhi wa sallam bima saadu wa bima malaku lbilad walibad bimalihim bijahihim bilawnihim la wallah innama saadu lalam bisababi hada ddini lqawim balagu mablagan لا يبلغه أحد لا من قبل ولا من بعد لأنهم رضوا بالإسلام دينا ولأنهم قاموا بما أمرهم الله جل وعلا به من طاعته ومن عبادته ذهب القائد المسلم ليناجي رستم رستم عظيم فارس دخل على رستم ولما دخل على رستم قال له رستم ما الذي أتى بكم إلى ديارنا لما أتيتم إلى ديارنا إن كنتم تريدون الميرة الطعام عودوا إلى بلادكم نبعث لكم بالطعام إن كنتم تريدون المال عودوا إلى دياركم نبعث لكم المال أتيتم إلى ديارنا تقاتلوننا بهذه السيوف وهي سيوف صغيرة كأنها مجان فقال له المفاوض ربعي ابن حراش رضي الله تعالى عنه قال أتينا إليكم ما معناه لنخرجكم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق ومن جور الأديان إلى عدل الرحمن جل وعلا لا إله إلا هو نن وعفو بي آدم مؤمن ذات الله مثلا بيبو صحابو ان بي كو بي أمتر اللسل دي جاول أنا كو باتو درجنا كو جاهو تبنغلنا كاي waato ɓe yerdugo diina allah ɓe omtiri lesɗe ɗe ɓe gerdi ko allah yerdani ɓe kanka wiyete diina islama kanka kan ɓe omtiri lesɗe ɗe ɓe gerdi diina islama yo kanjum nda tariha ko artino jaman sahabu en man sahabu en jeehi leddi farisa waato nde ɓe jeehi er laamu kisra ɓe jeehi ɓe giidi ɓe waato sarakiju kisra mawɗo wiyeteɗo rostom waato nde ɓe naatiyama ko oɗo hujjoɓe o wi ko waddi on her lesdi amin weelona to on weelaɓe kote lesdi moɗon min nelde on ñamdu ko heyata on ko waddi on soydena kote min nelde on jawdi ko heyata on on gari ɓe kafaje moɗon famar on famaro o on kaddan ɓe amin wato hande ba jalɓe banani wato kote nden ɓe mbiyatamo aa minon min gardi ɓe diina islama ngam ha min wurtina yimɓe her rewugo tagle allah ɓe ndewa tagowo allah seniɗo ha min gurtinaɓe her wato hande masalan ɗowtango wato ha min koraɓe her ɗowtango tagɗo kanko on allah ɓe andita o tagɗo o bo tagaɗo wa haqqa alayhim qawlullahi taala yawma la yanfau malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim alqalbu salim alqalbu almutawajjih ila rabbi الدين القويم الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده لا يقبل الله تعالى من عباده إلا هذا الإسلام الذي حباكم الله محمد صلى الله عليه وسلم رب جل وعلا يوم القيامة النزول الذي يليق بجلاله
فيقول الله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذا السلطان الحجة، هذا السلطان هو لا إله إلا الله، هذا السلطان هو الإسلام، هذا السلطان هو ما جاء به سيد الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا دير إلى بجول بي يا جماعة الإسلام يا جماعة لا إله إلا الله كندو صحابو أن أكو بمباري هو أن يردن إسلام يكواني كدو نعم أبي كيسا يلو ماري نقول له فهي ستا سيجا غردو بيرند بيرند لام دي حسن دي بيرند لام دي بيرند حوسي تنين دي الله حوسي تنين دي دين الله دين بوسي كدو غردو دين إسلام هواني كا وفي يلو ماري درنغل دي يلو ماري دي إن فو إن دو أني إن جول مؤمنين إن أمتين تيبه إن تويت إرمار الله سنيد جبنا ملائكة إن أسمعي وأرندو تارو إن فو مادن إن بيجي ناجف أسمعي وديد أبو تارو هذا صفو الغلبية أسمعي ونايا ونونون جواب ونونون جواب ونونون هادون هذا صفو جي ملائكة إن جوهدي دي جوامرا وجيبها بلاهمو جيبول واتونغو ليباني موسيقان كو أنجلون يند درنغال هاو هيتا تغلي نن أبيات آجام آره bibbe adama e ginni to on bawan seku go wurta safuji malaika en do ngurte wala bawan dum se hujja wato hande kanju Allah wolwata dum masurul arrahman wato dum do hujja ka wato kanka won dina islama dina islama wato hande kanju wi'ete sultan hujja man wato hande to goddo waddi kalimo la ilaha illallah o do tani annabi ju urna do tagle muhammad sallallahu alaihi wasallam on kiso hada al-yawm la tanfa'u fihi khulla لا تنفع فيه الشفاعة، لا تنفع فيه قربة، وإنما الذي ينفع العمل الصالح الذي عملته إبان حياة الدنيا أيام أن كنت في هذه الدنيا، ذكرك، صلاتك، صيامك، حجك، عملك المعروف، ابتعادك عما نهى الله تعالى عنه هو الذي ينفعك في ذلكم اليوم. نالو ماري تندنتي ني اند درغال دي نالو ماري دي سوبراو نافاتاتون تو دينا ودا نالو ماري سيتو نافاتاتون تو غودو ولا دينا نالو ماري دي جاودي نافاتاتو غودو ولا دينا نالو ماري من دي هولني دي كو نافاتا غير الاخره سي دو تان غو الله دوما دو تان نور دنيا غو ذكري ما دا جول دي ما دا حجو ما دا سوما ما دا توكو غو كو الله سين دي اومي دايو كو الله سين دو هادي كان جون تامي منا فو الاخره ما هذا اليوم وصفه الله تعالى في السورة التي قرأها لنا إمامنا في صلاة العشاء هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. واتو كنجم ان جول دي اي سايدو هر لمن جانجي هر دارده دي داوري دو سورة والإزازول كنغو دويدو نيالو ماري من الله سنو تندني واتو هنوغو نيالو ماري من الله دمبال لدينينو دي فوتي فو نابان جيرا وارن دي پت دي پن دي يا دي وادا زلازي واتو دي فو ماري نيالو ماري من توالي نيالو ماري من لدي ورتنان كوني درمودو واتو قبريجي ميبه آدم أمان to be yimmido wato ko yande man ko wafu yi'an ko huuno kuude mudum de huuno mo huuy kugal khayru ma ko nato en aljanna yi'an baraja majum mo huuy kugal wato sarrubo o yi'an wato ande yangada majum no kugal man fandiri fungal majjata khayru ma alla duddina dum sarrubo jomirawo majjinta dum wato kanjum dum wato ko sura al-izazul jangin non ya ikhwan en nguri no en ko balde men juuti no duudiri fu en nguran du isa fande jeedidi ko du isa fande jeetati ko du bi temare ko ti temare didi fu na ragare man maayugo du wato fakkat en andin maayan ba en andi fakkat en maayan bu fakkat en ummitinte alla ummitinan en fakkat bo en yamtetebe ko mojo fu alla sini do yamtan dum fere mum fere mum go alla yamtan dum neema ko hokki mo go fufu نعم كان يوداني مادو يورني ماندر تاكلي ام فوفو ني هوكي ما حكيلو كو مي هوكاي تاغلي دي مي تاغيفو كو اهو تشيني ري حكيلو ما جون بوف دي ما دي افوفا نورو دي ني اتين مي نير دير دنيا رو كو افو يمتي نون يا دير غرابه كاتون لا تاكي بانانيرو بي ادم جاباني يغو هورمنا
يا إخوان دولو واتان مثلا بي آدم عند بناني لهوسي تو جمتلو بناني باتوف وجود أو هوتا دين وهو انتاكو ألا يرجوتو إن جبتا جودو دوكو إن جوتي كويته برنه نفس دويدي واتان مثلا كجمرا ويردتا حتوكو بجيني مثلا كو عند ويتاري كو ومرده أتدو تنجو ألا سنيدو دولو دو نفس دويدي لهم من ترى في الآخرة من نفتا بي آدم بي آدم دوتنا ألا سنيدو يقولون دو باتو مثلا بي آدم أنكو نفتا من الآخرة سيكوغل غل ألا يردتو كوغل غل ألا يردتو نرغل سوابا كون من دو جامرا وسنيدو جبتا كوغل فو سيتون غل لا تكي غل هو منغم ألا تان دين غل تكيبو واتو النبي صلى الله عليه وسلم كان جوية سوابا تو ديدو ديدي هباكي دين ألا جبتا eto nanon to do do tawaka goddo wodi sare yanga da wiyete yite lakhira don don Allah sani do wuldata yafarbe don do Allah wuldata mushrikeen don Allah wuldata nafikeen bi adama mu'minijo mi do rentina hore am mi do rentina on daya go yanga da Allah tata bi adama jaba woytugo ya her sare yanga da ya jama'at al-islam hada al-islam in tamassaka bihi al-arabi in tamassaka bihi al-ajami إن تمسك به الأبيض الأسود رفعه الله أعزه الله أحبه الله أكرمه الله. بلال بن رباح مولى لأبي بكر عبد أسود حبشي أسعده الله بهذا الإسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مرة: يا بلال، لقد دخلت الجنة وسمعت خشخشتك في الجنة، سمعت دفن عليك في الجنة، بما أدركت هذا يا بلال؟ فقال بلال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا إلا صليت عقبه ركعتين، هذا سبب سماعي خشخشة بلال. رسول الله سمع خشخشة بلال في الجنة لأنه مسلم، لأنه مصلي، لأنه منيب، لأنه طائع، وهو العبد الأسود الحبشي. يا إخوان جامرا وسنيدو فاتو دينا ما كود فوليم فاتو قد تويد أولاته وآربيو تويد أولاته وأجمين كيجو تويد أولاته وبوديجو تويد أولاته ودنيجو تويد ريبو ألا تان ونواتو كجامرا ولارو تلي بي آدم هو دوتني ألا نؤوني في نتاك دماء كوني فو كان كون ألا تدينتا كان كون ألا يدي كان كون ألا تلمنتا كان كون ألا نادتا الجنة كان كون ألا كتخير فو واتو نامي سالما بنا واتو سيدنا بلال صحابو جو النبي رضي الله عنه بيتهدو بلال من قطل يفريد إياه من قطل لدي حبش يا كما لدي حبش يا كما نو واتو جيالو مراد أنه ولا درجة صف نري هنجي إسلام أويد وناتي إسلاما وتوكي النبي ويردي دين إسلاما دي قونغا وجبري دي مهوري دي يندفير قرنان تقلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيتم يا بلال يوني ونوتي النبي وزني بلال كوكو أتاكم مناني كوست إما هذا عدو يابا در الجنة مماتي كوست إما هذا واتو عدو يابا مماتا كوست إما هذا در الجنة كوكو أتا بلالي ولا كوكو أني هلتم توني هند مثلا منانغي نغردام مي هستي نغردام بات مي جوتانو نون دي مي نانغي فو سي مي جولا داردي ديدي واتو ندي واتو هند مثلا مي جودا دوم اونون كومي هوتا دوم دو بي ادم وادي ترودوم اسه دوتان غو الله بي غونغا كانجوم دوم واتو نادو تبي ادم الجنه بلا دي او كوادي او نوديني او يدي الله او يدي النبي جو او دوتاني الله او وادي اخلاص لا هو اركوغال ماكو ديوال ماكو كانجوم دوم النبي جو ناني ريكوس ماكو در الجنه. أبو بكر رضي الله عنه هو الذي اعتق بلال، فجرى بين بلال وبين أبي بكر مرة ما يجري بين الرجل وأخيه، فأغضب أبو بكر بلالا، فأتى بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له ما جرى بينه وبين أبي بكر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الذي اعتق بلال، فقال لأبي بكر: أغضب الله من أغضب بلال، أغضب الله من أغضب بلال، أغضب الله من أغضب بلال. أبو بكر الصديق الشهير المعلوم
الذي من على بلال بما من عليه به من العتق، ولعل جميع أعمال بلال الصالحة تكون في حسنة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك يقول النبي لبلال: يا أبي بكر ما سمعت. نون نون يا إخوان، إن عندي بلال، بلال يو أمرانو واتون دين أبو بكر الصديق كايم صوتيمو إريانغا دهفر بمكة رم إنيمو نادمو ديمو واتو بيمن واتو بلو بكامكو بي بديم إنيمو سيدنا أبو بكر الصديق موت صحابو إن واتو بلو نيوتا بدر إلا ويوتا بدر إلا ومودو بلو كاسو تيرا سينون نون أبو بكر الصديق ويمو كلمو الكناوة تمو كامكو بلالي نقول بأنما كمتي أمي ويها النبي صلى الله عليه وسلم وفي عند أبو بكر الصديق تكين يام ناكو يام النبي يوني أبو بكر الصديق ويأتمو واتكوني أتكيني بلال النبي جو وي كلمة ناود إساي من أويو الله سنيدو تكين تكين دو بلال الله سنيدو تكين تكين دو بلال النبي جو ويدون تتاتي إن عند أبو بكر الصديق باو النبي جو ولا غوركو بماكو در صحابو بمن فو هكيل لا تكو سوني بلالي كنكو برين إنو بلالي إن عند بوئي بلالي فات تو إن هوسي فاتو عند واتي دو ميزان كوري أبو بكر الصديق ميرتتا مرتاكو زرع بمن فو النبي جو تكي كوني أبو بكر الصديق تكي ني بلالي يا آدم هيما فاتو كونو النبي جو فاتو نو ويدو أبو بكر الصديق قردون النبي جو فلدو نو تكي ني بلالي يا آدم واجترو. ومثال آخر، امرأة سوداء كانت لحي من أحياء العرب افتقدوا وشاحا سيرا من جلود يستتر به الولد الصغير، العرب يفعلونه لأبنائهم الصغار، فاتهموا هذه لامة السوداء وفتشوها حتى فتشوا قبلها، فقالت وهي في هذا الموقف: لئن نجاني الله لا أضعن يدي على يد محمد. بينما هم في هذا الجمع وإذا بحدأة تأتي بهذا الوشاح فتضعه بين القوم، نجاها الله براها الله، هاجرت إلى المدينة ونزلت في مسجد رسول الله وصارت تقم وتكنس مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكانت تذهب إلى عائشة تزور عائشة، مضى عليها وقت وهي على هذا الحال فماتت ليلا. الصحابة كرهوا أن يوقظوا رسول الله وقالوا: هذه امرأة سوداء ليس لها أحد، لما نوقظ رسول الله؟ عنوا بأمر تجهيزها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها. فمضى يوم وآخر وآخر لم يرى النبي الأمة السوداء، فقال: أين الأمة السوداء؟ قالوا: يا رسول الله إنها ماتت ليلا وكرهنا أن ننقذها. فقال: دلوني على قبرها. فخرج النبي إلى قبرها وصلى عليها وهي في قبرها، وبعدما انتهى من صلاته قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليه، ينورها الله بصلاته على هذه المرأة وعلى هؤلاء القوم، أمة سوداء لكن الإسلام أعزها، لكن الإسلام أكرمها، لكن الإسلام رفع من شأنها، لكن الإسلام جعلها في مصاف المتقين الأبرار الأخيار الذين ينالون جنات عدن، الذين ينالون مقعد صدق عند مليك مقتدر. نن ودي صحابي جو فير دبو مرادو اون او باليجو واتو ان مثلا در اماتور يمبرنيبي ندن عمرادو بو ندن بتوني نغويكا واتو ها كاويجي واتو دكا جمان النبي جو ودي واتو ها كاويجي واتو عمرادو هرباديا مابي نين واتو بتوني ووي ودي واتو فاوني بينجل فامارل بينجل فامارل بانا بابا ولي ودانتا بينجل هاك ها واتو اند فاونرو ماجي بتوني مو ne wetuno go be nangimo be limo ha be li les kim sema wato ndo do tuma mere seno no tori Allah o bi jomirawa wato hisnam ni wato amme masalan wangul ni barina labinam her mabbe do wi banne go be don jodi non non se be ngi wato ande sila loora tonu do jogi pawol go a se kay ho ino be don no liri tamma wato amme masalan bukile tamma wato amme masalan dum kusel no tema se wadi sakil musaka mabbe Allah labini mo banni
nden kanko bo wato o wito ni har do'a mako bo wadi no banazu o wito Allah sini do labbini mo do sey to yi annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sey o silmi o feri har kawe bo o hoti madina o yi har annabijo sallallahu alaihi wasallam o sappani annabijo o latti juldo jodi en madina wato o latti o buwo julurde madina o do huwa julurde go wato woni kugal mako o do rewa Allah o do huwa julurde go ayande fere ajal mako wadi o mayi jemma de o mayi jemma go sahabo en be bi wato bana o kam be ngeccata annabijo jengi wato be diwtinta annabijo ngam o do kam be ya be mbada mo tan be mbadi mo be timmini kabri mako wato be sirbi be tamba fi mako mawnay bakin annabijo sifsora ala mako nonnon dum jodi balde di tati hadum fabbi sedda annabijo hakkim ya tamo to wayne buwo julurde meden go be bi si ka o mayi jemma dum nibre wato jengi min biya wato ande masalan sani mako min biya mi ira min mati nayna annabijo wito en jayya habrire mako annabijo ummi be hore mudum be jayyira habrire o do go annabijo dari wato juuli mo do der habrire go wato juuli mo wadani mo do abanni de annabijo timmini julde go wiata sahabo en mudum mi tawino kabrije de pat de do be nibre yanga da der kabrije mabbe sababu juulu go ammi juuli o do go Allah labbini wato wadi annora kala mayde ko mi mako fu wato ande be kebi annora ko do 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 mumini jo o numa ko teddini o do dum e jungam islam ngam islam be laabu go wato ande anniya kanjum do Allah tani do wadi goddo balejo wato marado Allah tani o teddiniri mo ha yotta annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dara do anamo sababu mako dum nafa luttube fu wato do non der yangata lakinna hadha alislam laysa bitahalli wala bitamanni ولا بالتلفظ بلفظ الإسلام فقط وإنما الإسلام 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 ما وقر في القلب وصدقه العمل در إرابي جولبي قربم بولكام قمر قاميد تنيم در إرمي كورن مذيني ولوانا أن حاويتف قال إسلام بوت إسلام مفتاي واتو الدنگون كو قبب الجرر القمر لي در صفات إسلام قم إسلام ودي دولي yo kadi ya ikhwan islamu dina islamu ya ikhwan koni islama ko tabiti der bernde wato tabiti der bernde kugal bo gomdini amma islama la ta ki faune islama la ta ki gelaje islama la ta ki bolle nonnon islama dum sey dum iba der bernde fakat o nuddini den kude wato terde bodo gomdini nuddin gogo al islam istislam ka wad' al qiyad ala al unuq وتسليمه للخالق حيثما توجه توجه حيثما منع امتنع هذا هو الإسلام مسلم لا يصلي ليس مسلما مسلم يسب الله ليس مسلما مسلم يسب النبي والإسلام ليس مسلما خارج من الإسلام الإسلام ليس دعوة فقط الإسلام ليس بالجنسية فقط الإسلام ليس بالوراثة فقط الإسلام أن يسلم أمره لله أن يذعن بكليته لله أن يكون مسلما قياده لله أن يكون كما قلت هذا الإسلام إسلام حقيقي إسلام عملي إسلام اعتقادي إسلام بعلم ومعرفة لا إسلام بجهل لو عبد الله تعالى على جهل طوال الليل والنهار وهو على جهل لا يتقبل الله منه إنما يتقبل الله من المتقين ألا ترون يا جماعة الإسلام لو صليت الآن صلاة الصبح كبرت وصليت ركعتين قرأت فيهما بفاتحة الكتاب وسورة على خير ما يرام أنوي بها صلاة الصبح أيتقبل الله تعالى مني صلاة الصبح في هذا الوقت لا يتقبلها الله مني لأنها لم تقع في الوقت الذي يريده الله لم تقع في الوقت الذي بينه رسول الله لهذا أكرر وأقول يا جماعة الإسلام العلم 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 إن العبد إذا لم يتعلم دين الله تعالى وعبده لن يقبل الله تعالى منه إن الله جل وعلا لا يقبل العمل من العبد إلا إذا كان العمل صوابا صوابا موافقا لما جاء به رسول الله لذا الإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي
وإنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. يا إخوان دين إسلام يا إخوان دين واتو أن مثلا كجون را وسنيد واتو إردنين واتو أردوكا أمدو كم يأتون يا إخوان إسلام كتابي تيربرن واتو أن مثلا ككود قم إنين إسلام أدون أملا كوني نصفا موي باتو قدواني وقل هردان ندبوا واتو قدوا إسلام أمانا من واتو أمدوتن قو الله فاتو باتو بي آدم هو إسلام قرنك توكي الله وألا سنيدو وي ودو دوتي وألا سنيدو حجي ودو دائي ويت إسلام دو تاري إسلام لا تاكي واتن رم دانيه كندر إسلام نون تقول أجولتا نا أجود تقول توقاي فرديز إسلام نا أجود تقول هدي الله وورتك إسلام تقول هدي النبي جو وورتك إسلام نا أجود إسلام أخذو واتو كون إسلام دون دوتن قو الله دون دوتن قو النبي محمد صلى الله عليه وسلم إسلام أخذو سي بي أنبو دينا واتو تبي آدم أنبا دينا ودرير بي مجره الله جبتا توغن ماكو مثال من بجتتو تبو أمك بجتتو حبري في جولا جولد سباها بجتتو باوي ساين بنيدو درني دي بوته وجاني واتان دي سوره الفاتحه ودي سوره الغنغل ويي وجولي وسلمني الله جبتاد غما هو بن الله سنيد موني تو كان وري واتو جندو دي متا هورم سي اندا كو الله واجب ني دو مودن دن هورا دم بن دم واي بن النبي صلى الله عليه وسلم وني غام الله سنيد جبتا كو قلب مجر دو غدو اندا وجبتا كو غنغل تو قاشي كو النبي صلى الله عليه وسلم وني الله كم دو جبنا hulo be nun wato hulo e mando mutagina do sifuma be anda islama be hura noni wato to bi adama wato mumini jo wato ande o yebata ko andugo dina islama o anda ko non den o do sana Allah wa nyum islama do to bi adama o don der dina islama o anda dum nema Allah on o yankino o yetta Allah senido ta ngam o andi dina islama o mawni toro takle Allah o wiya kan ko mawdo o andi islama o do mawni torta o wadano ta o yawi adama ngam o juldo ta wa fa ande o dayna goddo ngam kanko o juldo o teddir dum o anda yo Allah seni dum mojani non wa ta ande o to Allah o yankino Allah tabbitino do dina islam timminirmo do imana ko ni o torata ngam Allah seni do kay watta ko muyifu o firli tan goddo goddo latan juldo wa to ya timmini wa kafiru a'udhu billah wa to dum do bi adama mumini jo juldo kan fu do yankini o to wa ya ta ngam o andu do islam o do yawi takle Allah. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم الذي خلقه الله جل وعلا للجنة قطعا إلى ما وضع جبهته في الأرض لربه ألح عليه وقال يا مقلب القلوب وجاء في الحديث الصحيح أن رجلين ممن كان قبلنا أخوين أحدهما صالح طايع والآخر فاسق يسكنان في دار واحدة أحدهما في العلو والآخر في السفل وكان الصالح ينصح أخاه ويعظه يا فلان اتق الله لا تعصي الله ابتعد عما نهاك الله عنه فيقول له دعني وربي فغضب الصالح يوما وقال لأخيه اذهب والله لا يغفر الله لك فغضب الله على هذا الصالح وقال من يتألى علي أن لا أغفر لعبدي اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. قال لم لا أهبط من العلو إلى أخي وأعصي الله جل وعلا مدة من الزمن فإذا بقي لي من العمر شيء صعدت إليه صعدت وأطعت الله. ألقى الله جل وعلا في قلب الفاسق العاصي التوبة قال أما آن لي أن أعود إلى الله أليس لي رب أمرني ونهاني لم لا أصعد إلى أخي لنشترك في طاعة الله وعبادتي. طلع هذا وهبط هذا وبينما هو في الطريق وإذا بملك الموت يقبض روح هذا وهذا هذا مات على الكفر وهذا مات على الإسلام. واتو بي آدم مومي جدوم واتو أنما النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سنيد تجي
burni tagle fu tajmu fakkat nam aljanna to annabi jo sujidi ko torata jawmi ko o wi aya jawmirawo firlito berde tabitin bernde am do dina mada ya jawmirawo firlito berde tabitin bernde am do dina mada o wiya dum hande tati banni wi adama numa annabi jo ka fakkat fakkat aljanna on taga tagana den ni o wiata kan mu'mini jo ta izatu nafsi wiya ka kan mu'mini jo andudo faalay do yewi tagle woni isadon ko artino diga boy ma yimbe dido derdirabe o ma fasikijo o mo do tani do Allah be do gondi wato basudu etas o do do o des nanden ma fa ande bodin do go wiya umra derdiawo useni do tan Allah accu fasika ko ngwa watangu o wiya kay ya accam be jawma ni fasikijo go wiya tam o tokka o yamo be nyaa ande fere bodin do go wi wato hande masalan wadi du'a do ma ko du'a kalluga wiya Allah seni do halkumo Allah seni ta handutumo wi banni yomirawo tikkani on ko waddo du'a go yomirawo wiyatamo ya kadi moyjo on foti yigo nder takle ammi handi tata tagdo am Allah seni do se handi di fasikijo go wato hande masalan majjini wago wago firlisi wato warti fasikijo wato wago natti dowtido wato dum do do bi adama wato o famira banani nder wato hande masalan do tani do Allah go wato wiyata konto mi dirti ni wato hande masalan mi tawi wato hande masalan derdam wato lattido wato fasikijo do mi handitimo o go wobi ko to wa'iti mi tawi o gobbe potter lawol Allah ho yonki o wato hande ho yonki o Allah balde mabbe timmi o mayri imanaku o go mayri fasikaku kanjum kadi bi adama tata ijjitira nafsu mudum gam do tido o do yawi takle Allah o anda mo jomirawo sini do handitata wodi bo ko mi yidi yeccugo on ɓikkoye moɗon rooɓe moɗon wonɓe les ɗowtare moɗon andineɓe dina islam umreɓe mboɗenga andineɓe dina islama ngam kamɓe ɓe wato on emeteɓe haala mabɓe ngam kala komoye fo Allah ɗo halfini ɗum ɗum gaynako wonɓe les muɗum kala gaynako bo emete ko durata ñande dalngal on ƴemete haala rooɓe moɗon ɓiɓɓe moɗon e wonɓe les moɗon fo andineɓe dina islam ngam jawmirawo kiniɗo ha alqur'ani o wi ndene koye moɗon hede yangada ndene yimɓe moɗon hede yangada ngam yangada Allah ka ɗum malaika en Allah on wato hande o wakkini ɓe malaika en ɓe o tagay himnayi jurumɗum nder ɓernde muɗum kamɓe yangitata mayruɗo keferako wato malaika en Allah bo ɓe yeddata ko Allah umriɓe ɓe huwan ko jawmirawo seniɗo umriɓe hada wasalullaha taala alkarim rabba alarsh alamin أن يحيينا مسلمين ويميتنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين وأسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأسأله جل وعلا من خير ما سأله عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ به من شر ما استعاذ به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يحشرنا في زمرة سيد المرسلين وأن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن الله هو القادر على ذلك والقوي الفعال لما يشاء ويختار وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ko timminiri bolle mako ɓe do ango en nder do aman kulasa man ya ihwan ko o wi wato toni jawmirawo seni ɗo wato fona en e sawaba tokkina en dina annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam holla en dina islama gongat andina en gonga tokkoɗen holla en batili wato ko lataki gonga bo accel wato hande ɗum ɗo o tori jawmirawo seni ɗo mobde en ɓe annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallama wato her dargal kala hayru mo allah annabijo tori allahu en tori allah seni ɗo hokka en kala sarru mo annabijo moltori allah seni ɗo hisnahu en tori allah seni ɗo hisnu en sarru allah fo ndun e sawaba tokkin en sunna annabijo o wi o jaɓɓiti on banni